اتعلمنا ان انت هتروح تسلم، ولكن اول ما هتدي ظهرك وتمشي انا هموت نفسي عشان اكسب النادي الاهلي. انا بتكلم على حسام غالي لانه في النهايه ابن من ابناء النادي الاهلي وتعلم الاسس والاخلاق والمبادئ داخل النادي الاهلي، وبالتالي سلام واحتفاء بحسام غالي مدير الكره في الجونه. وبعد ما حسام يمشي على طول هتلاقي اكتر واحد بيحفز لاعبي الجونه على ان هم يكسبوا النادي الاهلي هو حسام غالي، وهو ده اللي اتعلمناه دائما داخل النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين بعض اللقطات